السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. أحب أرحب بحضراتكم وأشكركم على دعمكم للقناة، وأرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من القناة. أما بالنسبة عن الخبر اللي معانا فهو يخص مامة لولا فاني، وطبعا احنا عارفين اليوتيوبر المعروفة لولا فاني وكمان اليوتيوبر المعروفة ماما لولا فاني. نشرت اليوتيوبر لولا فاني على صفحتها على الفيسبوك وكتبت وقالت ادعوا لماما لو في مرة كانت سبب في ضحكتكو ادعوا لها، ماما في غيبوبة سكر وفي العناية المشددة ادعوا لها، ادعوا دعوة الغريب مجابة. ودعت لها لولا فاني لمامتها وقالت ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أمي، يا رب يا سبب فرحتي في الدنيا وضحكتي. وبعد ما طلبت لولا فاني الدعاء لماما لولا بالشفاء العاجل من جمهورها، انهالت التعليقات للدعاء لماما لولا ان هي ربنا يشفيها وتخرج من الغيبوبة بسلام وتخرج من المستشفى. وطبعا ده كلنا لازم ندعي لماما لولا بالشفاء العاجل. فيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.